بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 79 بعد 200. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل الاقتباس من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكنا في الحلقة السابقة نقلنا بعض كلامه عن قضاء الله وقدره في سبق السعادة والشقاوة على العبد في علم الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن العبد لا يثاب أو يعذب إلا بعمله الذي هو سبب لسعادته أو شقاوته. قال الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع: ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا. وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته، فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان والطاعة. فمن قال: أنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا، إذا علم أني من أهلها كان مفتريا على الله في ذلك، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان، فإذا لم يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة. بل من لم يكن مؤمنا بل كافرا فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة. ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستغاثة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر، كان مخطئا أيضا، لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. والله خالق الأسباب والمسببات. ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشريعة، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب. فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لا يكون ذلك كافيا في حصول النبات، بل لا بد من ريح مربية بإذن الله، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع. وكل ذلك بقضاء الله وقدره. وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل ولم يولد له، بل لا بد من أن الله شاء خلقه، فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه باء السبب، أي بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا ثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. فبعفوه يمحو السيئات
وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. ثم بين الشيخ رحمه الله من غلط في هذا الباب فقال: وفي هذا الموضع ظل طائفتان من الناس، فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه، وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وهؤلاء جهال ضلال. فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. وهو سبحانه كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالملك إذا أمر مملوكه بأمر أمرهم لحاجته إليهم، وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك. والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم وما يشقيهم، ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح. فخلقه بفضله وإرساله فخلقه بفضله وإرساله الرسول بفضله، وهدايتهم له بفضله، وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم بفضله، فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله، وإن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم، ووعد بذلك كما قال: كتب على نفسه الرحمة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو واقع لا محالة، واجب بحكم إيجابه ووعده، لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.